يا اكيد بقى تستغربوا ان انا لابسه لكم سبورتيف بقى وغيرت الفورمال لوك اللي انا كنت فيه، لان الفقره اللي معايا دلوقتي هي فقره مميزه وهنقوم وهنتشقلب فيها ونعمل حركات مع بعض هنتكلم فيها عن اليوجا وقد ايه اليوجا دي مهمه في حياتنا اليوميه. اكيد انها رياضه، يعني خلينا نقول كده اكيد ما تقلش اهميه ابدا عن اي رياضه تانية، بالعكس اهميه اليوجا بتساعدنا ان احنا نتنفس كده بشكل مظبوط وصح باستخدام طبعا عضلات الصدر والبطن، وكمان بتخلينا ان احنا نتخلص من اي طاقه سلبيه او اي ضغط. عشان كده النهارده هنتعلم حركات يوجا كده بسيطه نقدر نعملها وانت قاعده في بيتك، يعني لكل الستات البيوت اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. ومعانا اليوجا تيتشر روضه محمد نوراني دلوقتي في صباح البلد، وانت السبب في اللي انا فيه ده، فصباح الفل عليك يا روضه. صباح الفل يا نهاد، عامله ايه؟ الحمد لله كله تمام. بصي، في الاول عاوزين نعرف الناس كده بطريقه بسيطه ايه اهميه اليوجا. بالظبط، اليوجا هي مهمه جسديا ونفسيا. اولا جسديا، ان هي بتنكريز الليونه والمرونه في الجسم، الليونه اللي هي المدى الحركي تمام في الجسم، وان ازاي ان انا ابقى مور فلكسبل. كمان انها بتخلينا مور فات. اليوجا فيها انواع بتخليكي ان انت ايبل تحرقي كالوريز، يعني فعلا فتخس. اليوجا تقدر، اللي عايزه بقول لك اقدر، تقدر نقدر نقدر كلنا، اللي عاوزه تنقص في الوزن او عايزه تخس انها تلعب يوجا برضو، يعني مش بس الحركات والكارديوز والحاجات بتاعت الجيم بس هي اللي بتحرق اليوجا كالوريز. فتنس حرفيا. فكمان غير الفوائد الجسديه النفسيه اكتر، فحرفيا اليوجا بقى موضوع النفسيه بالظبط بتخليكي ريلاكس مع الوقت. الناس اللي بتعاني من اوفر ثينكينج او المشاكل في النوم العصبيه بقى، الناس العصبيه اللي بتاخد كل حاجه على جوه. بالظبط، انا كواحده انا اصلا كان عندي انجر ايشوز كده، إيه اللي هو اتعصب بسهوله واي حاجه بتراجع، يعني من ساعه ما شفتها كيوت وهاديه ولطيفه. بالظبط، هو مع الوقت فعلا والبراكتس الموضوع بيبقى داخلي ان انت عايزه تحسني من طريقه تعاملك مع الناس. الانجر ايشوز بتقل، العصبيه بتقل، اي حاجه تقدر تعصبك بسهوله مع الوقت بتبدأي يعني خلاص. اليوجا فعلا بتساعد على ان الواحد يقلل من عصبيته، دي فعلا حقيقه بتشتغل على الحته دي جدا جدا وبجد، ومش ستيريوتايبس ولا كلام، ده حقيقي فعلا وده حصل. أوكي. وبيحصل كمان مع الستودنتس كتير لما بيجوا لي احنا بعد الكلاس عاوزين نمشي، خلاص مش عايزه اتكلم، هاديه خلاص محدش يتكلم معايا ولا اكلم حد من كتر الهدوء اللي هي حاسه بيه. طيب انواع اليوجا انواع كتير قوي، بنشوف بقى اليوجا اللي احنا نبقى قاعدين عاملين كده، دي اليوجا اللي الناس كلها عارفاها، اللي ده ميديتيشن، وده الميديتيشن جزء لا يتجزا من اليوجا، هو يعني حاجه لازم اساسيه. بالظبط، لازم في كل يوجا كلاس لازم يكون في جزء ميديتيشن في اول الكلاس وباخر الكلاس. اي نوع يوجا يا روضه؟ بالظبط اي نوع يوجا، لان هي حرفيا جزء منها. وكمان المديتيشن هو بريزنج تكنيكس بنستخدمها انها تهدي من الجهاز العصبي عندنا وتخلي الجهاز التنفسي عندنا يتنفس بطريقه احسن. احنا اوقات بننسى ازاي نتنفس صح، بجد فعلا دي حقيقه، فعلا بننسى اصلا ناخد التنفس بطريقه صح. طب ورينا يعني كده تمرين للتنفس نعرف ازاي نتنفس صح.